السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت منا وكل شيء يكون مزيان. موضوع اليوم اللي هو تقريبا اتصالات المغرب كانت تعطي واحد المكافأة من الخميس للخميس لجميع الزبناء ديالها. واليوم جيت باش نوريكم كي ديروا تستافدوا من الانترنت يوم الخميس من هذه المكافأة. هذه كتعطى من الخميس للخميس. المهم الناس اللي عندها لي زابونمون ولا هذا وكتكمل ليها الكونيكسيون، انا نعطيكم واحد الطريقه كدار كتصيفطها لاتصالات المغرب باش كتعطيكم واحد المكافاه كل خميس، واش كتعطيكم 40 ميجا ولا 60 ولا 80، المهم باش كت ديبانيو بالكونيكسيون على ما كتشارجي. المهم كيف ما كنشوفوا هنايا في الميساج، ها هي عفوا مكافأة فيديليو جاوا اليوم الخميس. ها انتم غادي ندخلوا كيقول لك، ها انتم شوفوا هنايا جميع المكافآت اللي كتعطي من الخميس للخميس، ها هما هادو كلهم مكافآت ديال نهار الخميس. عندنا هنايا مكافآت فيديليو جاوا اليوم الخميس هي 80 ميجا رصيد اليوتيوب مجاني للاستفادة، ابعثوا مجانا جوال الى الرقم 6766. هاد المكافأة هادي راه فابور غراتوي، كتعطاك 80 ميجا غراتوي باش ديباني بيها على ما كتشارجي. كيفاش كتجي وتستافد من هاد المكافأة هادي؟ المهم كنجيو وكنديرو 66، كنصيفطو ميساج فيه جوال 67 66. هاهي انا ديجا عندي 67 66، غادي نجيو هنايا وغادي نديرو في ميساج جوال كيف ما كنشوفوا انتوما جوال اوكي، وكنبعتوها ل 67 66. من بعد ما كنديروا جوال كنبعتوها ل 67 66 وكنديروا اونفوي، راه غراتوي هذا الميساج، هذا كيمشي غراتوي. انتوما غادي تشوفوا شنو غيطرى، او ما يصيفطوا لي ميساج يقول لك راه تم مكافأة. ها هو جا الميساج، ها انتوما شوفوا، هنيئا لقد توصلتم برصيد فيديليو جوال 80 ميجا يوتيوب صالحة لمدة 24 ساعة. هاد المكافأة كتعطى ديما من نهار الخميس، نهار الخميس في الصباح وغراتوي، كيعطيوك واحد القدر محدد كديباني بيه ديال الانترنت، واحد 40 ولا 50 ولا 60 ولا على حسب، شوف نتايا وشحال كتشارجي الهاتف ديالك. المهم هذه هي المكافأة، كانت الناس اللي كتبغي تستافد من الانترنت غراتوي من هذه المكافآت غراتوي. انا وريتكم الطريقة كي ديروا تستافدوا منها يوم الخميس بالضبط. المهم كان هذا هو الشرح من اخوكم آير من قناة الإفادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.